اي مجال، فالى نهاركنا الى اشتغلنا ديما ستكون نتيجه. فاليوم يمكننا نقولوا بان بدينا نشوفوا ثمار ديال 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 الفكر وديال القياده الساميه ديال جلاله الملك نصر الله. مساء الخير، رشيد محمودي، صحفي في قناة شوف تي في. رشيد محمودي بارك الله فيك. الكل تبع الاستعدادات ديال فريق الوداد والاجواء ديال المعسكر التدريبي، يعني الكل كيعرف الحجم ديال الغياب اونجم، ولكن غير الاشاره للاعب اخر اللي غادي يكون في المدرجات. الكل شاف الحجم ديال الجمهور اللي ما قدرش انه يقتني التذاكر، ولكن كاين واحد الفئه اللي غادي تكون حاضره بمركب محمد الخامس. بغيت غير الرساله اللي توجهها لهذا الجمهور اللي غادي يكون حاضر في المباراه. وتنظن بانه الجمهور ما محتاجش دعوه وما محتاجش رساله، لانه من نهار بدينا الشامبيونز ليغ والجمهور هذا اللي الجمهور وافي، تنظن تيجي من ما نقولوش من المغرب، تيجي من برا المغرب باش يدعم الوداد. فرسالتي للجمهور كما هي العاده، نحن سنعتبروه بالنسبه لنا كصناف تقلي هو اللاعب رقم واحد ماشي اللاعب رقم 12، لانه من بدايه المباراه هو تيعمل الضغط على الخصم، بدايه المباراه هو تيرفع من الهمه ديال اللاعبين. هادشي هذا لبسناه وعشناه، وكما شفتوا في ظروف صعبه في مباريات صعبه، فكان الجمهور له دور كبير. الحمد لله على تواجد الجمهور ديالنا الدعم ديالنا، وتنظن اليوم حنا مدعومين من الشعب المغربي كله. تنظن بانه ان شاء الله ملعبنا امام جماهيرنا ان شاء الله النتيجه تكون طيبه. السلام عليكم، محمد فنكار على سبور. اولا كما غالبا كنتمنى لكم التوفيق يعني في النهائي هذا. السؤال اللي كاين هو كاين بعض اللاعبين اللي ما عندهمش التجربه في دوري ابطال افريقيا واللي كيخوضوا يعني النهائي لاول مره، كاين لاعب وحيد اللي فايت لي انه لعب يعني نهائي ديال دوري ابطال افريقيا على ما اعتقد هو يوسف رابح. كيفاش كتعامل مع هذا المعطى، خصوصا ان اللاعبين يعني لاول مره غادي يلعبوا نهائي بهذا الحجم هذا؟ شكرا. بانه كما شفتوا الشخصيه ديال اللاعبين ديال الوداد البيضاوي في الشامبيونز ليغ كانت من مباراه لمباراه هي تتقوى، فتنظن كنا مرينا بصعاب كثيره. ظل تواجد لاعب اللي عنده 19 20 سنه مثل بدر قادرين اللي كما شفتوا في مونانا استطاع يسجل هدف ديال الفوز. فلهذا تنظن بانه عندها مجموعه من اللاعبين اللي عندهم خبره، العدد راكم عارفين، وصير نقاش رابع السعيدي عروبي، فكاين عندنا مزج بين اللاعبين خبرة ولاعبين شباب اللي بالشرقي وداد والمجموعة اللي انتم عارفينها. تنظن بان في المباراة مثل هذه الخبرة مهمة، ولكن الوداد عنده توليفة ديالو خاصة به، عارفين شنو باغيين من المباراة، عارفين من سي حسني عموتة كما تتعرفوا فرجل تيكون صغيرة وكبيرة تيدقق فيها. فلهذا هذه المجموعة ديال اللاعبين قادرين ان شاء الله انهم يديروا المغرب هذه البطولة ان شاء الله اللي هي غالية علينا من بعد مرور بعد 25 سنة. ماشي بالسهل انها تكون في بلادنا، فماشي بالسهل اننا نفرطوا فيها. مرحبا بك طبعا اسلام فاروق من جريده الاخبار المصريه. يمكن عايز اعرف راي حضرتك في غياب علي معلول واحد ابرز لاعبي الاهلي في الماتشات اللي فاتت، وغياب حسام عاشور للاصابه ايضا وصالح جمعه، هل ده ممكن ياثر على فريق الاهلي في مباراه الغد ولا لا؟ وعايز اعرف الجمهور، جمهور الوداد ممكن يكون ضغط على لعيبه الوداد نفسهم في مباراه نهائيه مع استعجال الفوز ولا لا؟ الشيء الجميل في جماهير الوداد هي انها ما تستعملش الضغط على اللاعب، انها تدعم اللاعب وترفع من الهمه ديالو في التوقيت ديال الشده. وبالنسبه للغيابات ديال النادي الاهلي كما سبقني قلت، فالاهلي فريق كبير عنده عدد من اللاعبين في الدكه اللي يمكن لهم يكونوا في لاعبين المنتخب ليسوا اللاعبين العاديين. فلهذا تنظن مباراه نهائيه كما قلت ف 50 50 بالنسبه للوداد، وبالنسبه ولو انها امام جماهيرنا المباراه ليست سهله مع احترامنا للنادي الاهلي، ولكن تبقى دائما العامل ديال الحظ في كره القدم. فنتمنى من الله الحظ يكون من الجانب ديالنا، لان كل فريق جاهز سواء الاهلي سواء احنا، تبقى دائما في كره القدم على الحظ. نتمنى من الله الحظ يكون جانبنا. مرحبا بكم في المغرب. مساء الخير رشيد، وداع طويل اوريزون تي في. عندي جوج ديال الاسئله. السؤال الاول هو ان بالامس كان زياره ديال رئيس الجامعه المقر بعثات اول مقر اقامه ديال فريق الوداد. بالنسبه لكم كطاقم تقني او كمتحدث اليوم باسم المجموعه ككل ديال فريق الوداد، كيفاش شكلت لكم هذه الزياره؟
ومسألة وسؤال ثاني هو انه لجنة الذهاب انتهت بهدف لميتلي، واش يمكننا نشوفوا غدا فريق الوداد البيضاوي اكثر دفاعا باش ربما يفوز باللقب بنظر لجنة الذهاب؟ اكثر دفاعا لما يكون مدافع بقوه في كل حالات تنظر بانه من ناحية نجاوبك على السؤال الأخير، من ناحية ديال أكثر دفاعا فإحنا أكثر دفاعا لأنه في كل المباريات اللي لعبناها فكنا تندافعوا وتنسجلوا أهداف، وكما شفتي حتى في مصر استطعنا أننا نسجلوا أهداف، ولكن راه حنا تندافعوا بطريقة اللي هي شرعية بطريقة اللي هي منظمة، في حالة ما لقينا الفرصة باش نسجلوا أهداف هذا وتنظن بالنسبة لي باش نقول لك واش غنهاجموا ولا ندافعوا، فإحنا كل المباريات ديالنا عندنا كوموندو تيدافع وتيهاجم، فلهذا مباراة مثل مباراة الإياب ممكن تشوف فيها أهداف، وإن شاء الله نتمنى أن يكون الأهداف في مصلحتنا. بالنسبة للزيارة ديال رئيس الجامعة تنظن مشكور على البادرة، وتنظن بأنه تيمثل ليست الجامعة هو تيمثل الشعب المغربي كله وتيمثل الأمة الودادية كذلك على الدعم ديالو لا بشروط للرياضة والرياضيين في كرة القدم أو رياضات أخرى. دنيا سراج من راديو مصر. سي رشيد، شنو كيبان لك اليوم نقاط القوه ونقاط الضعف فريق الاهلي المصري؟ وكما سبق لي قلت الاهلي فريق متكامل، نقاط القوه ديالو في الهجوم ديالو في السرعه ديالو، نقاط الضعف تنظن بانه تنخليها لينا. بالنسبه لي تنظن المباراه بحال اللي قلت ماشي سهله، فريق قوي، فريق عنده تاريخ مدجج بالالقاب، حنا فريق اللي هو قاتل وجاهد واستطاع يوصل النهائي، نتمنى من الله نكونوا مركزين وان شاء الله نحققوا هذه النتيجه اللي في امس الحاجه لها الشعب المغربي. بوزي لا ديرنيير كيسيون كي بو بوزي لا ديرنيير كيسيون سي انا مساء الخير سي رشيد، كريم مراد راديو مارس. غير سؤال او نيفو ديال لا ديفونس ديال فريق الوداد الرياضي، شنو هو ترى ماتش غادي يدير ان اكسيلون ماتش لو غوتور ديال عطوشي، واش غيكون ان شونجمون ولا غتخليو لا ميم ديفونس؟ ايوا انا قلنا لك هادشي اللي صار ورقتينا. شوف تنظر بانه لا عطوشي لا ترى اي واحد متواجد في رقعه الملعب فهو غيكون اضافه للمجموعه، فتنظن فريق الوداد هو فريق ما عندوش نجم، عنده مجموعه من الكوموندو اللي هما تيقاتلوا تيحاربوا خلال 90 دقيقه ولا 95 دقيقه، فاي واحد كان تواجد غدا غيلبس داك التوني وغيعطي سي حسين عمو داك التوني، تنظن بانه غيتفانى باش يؤدي اداء رجولي مثل ما تتأدي المجموعه كل المباريات ديال الشامبيونز ليغ. شكرا لكم. Merci à tous, merci mon cher Rachid.